شكرا جدا على اتاحه الفرصه لينا كشباب دايما اللي احنا نبقى متواجدين مع حضرتك وقريبين منك. حمزه احمد، امين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن وخريج كليه اعلام. سؤالي مرتبط بتواجد الاعلام الاجنبي هنا. ليه يا فندم ما زال الاعلام الاجنبي بيصدر تقارير مشبوهه ومغلوطه عن الوضع الحالي في مصر، وكان حقوق الانسان بس مقتصر عن الحقوق السياسيه؟ ليه مش بيشوفوا زياره حضرتك مثلا لاسوان، زياره حضرتك لعزبه الهجانه، زياره حضرتك لكل جمعه حضرتك بتتفقد المشاريع، بتتفقد المناطق اللي محتاجه مساعده لاهالينا؟ حقيقه انا عندي 24 سنه، من 7 سنين كان عندي 16 سنه، فشفت الدولة دي وهي بتنهار وشفتها دلوقتي وهي بتمتلك كل القدرات. فأنا بشكرك جدا يا فندم على إتاحة الفرصة لينا، وبشكرك جدا على التحول اللي حضرتك عملته في مصر. ده طبعا بفضل ربنا أولا وبفضل إرادة سيادتك وفضل إرادة المصريين. وحقيقي أنا والشباب يعني فخورين اللي إحنا في عهد سيادتك يعني. شكرا جزيلا. يعني أنا بس السؤال اللي سأل بتاع كينيا اللي فيما يخص التعاون، أنا عايز أقول لك إن إحنا بننظر للإرهاب في قارتنا الأفريقية على أنه أحد أهم الأخطار اللي بتقابل استقرار القارة وتقدمها، وبالتالي إحنا محتاجين نتعاون أولا عشان يتم التغلب عليه، وبالتالي لما يحصل استقرار في دولنا الأفريقية بالكامل. إحنا بنتكلم على دول الساحل والصحراء، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على أحيانا على كينيا، ومرة كان خلال برضو الأسابيع أو الشهور الأخيرة في أوغندا. يعني الإرهاب آفة يعني مدمرة لمستقبل الشعوب، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون مع كل أشقائنا في إفريقيا من أجل التصدي لهذه الظاهرة، واحنا مستعدين نعمل ده. وعندنا هنا مركز في مصر قادر على أن هو يقوم بعمليات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي الإجابة على السؤال أيوة، احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نعمله عشان ايه؟ عشان الإرهاب بيستخدم كأداة لتدمير وتخريب مستقبل الدول، وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع. حمزة بيتكلم على تناولنا هنا. أنا عايز أقولك على حاجة، التناول الإعلامي ما حدش يقدر أبدا يقول للآخرين تقول إيه وما تقولش إيه، وده بقوله وده لازم مش بس نقوله ونقبله ما نقولش يتكلم في دي، هو مش حنقي وحر، لكن احنا كمان لازم نبقى حرين في ان احنا نبني بلدنا لغايه لما ما يلاقوش حاجه يتكلموا عليها غير البنا، يفضلوا ايه؟ انما هم يعني لازم نحترم ال يعني شغل الاخرين وطريقتهم، وده انما احنا نفضل نشتغل لغايه لما خلاص بقى الدنيا الشغل هيشتغل، اتكلم على الشغل بقى. وايضا امور اخرى ممكن يكون هم من وجهه نظرهم شايفين ان هي محتاجه قوه دفع وماله نتحرك فيها، ونبان ان احنا فعلا بنحترم بعضنا البعض وبنحترم اراء الاخرين وكده، وماله لما ده يبان مننا لما حمزه يتكلم كده او حمزه حتى ينتقدني، وانا مش بقول لك كده كلام تنتقدني، بدام هتتكلم بموضوعيه لازم ارد عليك، وانا ما ردتش عليك يبقى العيب مش عندك، يبقى العيب عند مين؟ عند انا مش عارف ارد، مش كده؟ لا، فهم يعني يقولوا ما شاءوا، مرحب بيهم في مصر، دي حريه يعني.